بايدن لا يعرف ماذا سيعمل بغزة. عرب سأله سؤال: ما أهدافكم في غزة؟ فهو لم يجيب، بل أجاب بطريقة غير طبيعية. نحن يجب أن يعلم الشعب اليهودي بأننا وقفنا وقفة تاريخية مع إسرائيل، وهذا يعني أنهم يريدون فقط تحقيق مكاسب انتخابية. يجب أن نوجه رسالة إلى إيران وأذرعتها كي لا تقوم بأعمال عدائية. فعال هذا كلام صحيح، ولكن أنتم تعطون حوافز منذ اليوم الأول لإيران بأنكم أشلتوا كل الأدمغة عن تورط إيران، وفي الأسبوع التالي رفعتوا العقوبات عن إيران وبرنامج نووي نظيف. النقطة الثالثة: يجب اشتتات حماس. كلام غير واقعي. اشتتات حماس يعني اشتتات الشعب الفلسطيني، وهذا ما وقع به اليمين المتطرف في إسرائيل، وأنه سيشتت حماس وسيقتلع الفلسطينيين. ومن هنا الخلاف الذي لاحظناه مع رؤساء وزراء، مع الرؤساء الستة، وزراء الخارجية الستة، الذين لم يتفقوا مع بلينكن على يعني هدنة إنسانية. وهذا يعني أن إسرائيل تمعن وتتصرف بعنجهيتها في قتل الأبرياء تحت معاقبة حماس، لكنها تنتقم من الشعب الفلسطيني، وهذا ممنوع. وبالتالي هم يحاولون أخذ هذه القوة نتيجة الدعم، نتيجة هذه الأساطير. بالمقابل إيران لا ترفع سوى التهديدات الدبلوماسية: سندخل، سنضرب، سنحطم. عندهم كانوا 7 دقائق ليحطموا إسرائيل، لكن نحن في اليوم 29، وأين هذا التحطيم؟ إذن هناك فوضى في المواقف السياسية. دخلت الانتخابات، دخلت في هذه المعركة الانتقام. حتى الإسرائيلي لم يستطيع وضع أهداف فعلية لما يريد من غزة سوى التدمير، القتل، طيب، التجويع، وبالنهاية يعمل معادلة: الإخراج المعتقلين مقابل الماء والغذاء. وهذه النقطة ستتورط بها أمريكا أكثر، وخاصة نحن أمام يعني خلال أسبوع ستكون قمة عربية أفريقية وقمة إسلامية، وبالنهاية ثلث هذا العالم سيقول للولايات المتحدة: لكم مصالح، لكم عليكم أن توقفوا هذا الدمار، هذا القتل. وبالتالي التعاطي مع أمريكا والحفاظ على مصالحها في هذه المنطقة لن يكون على حساب ودم الشعب الفلسطيني.